أشكرك. Dari kecil saya beragama Katolik. Dua bulan yang lalu saya mendengarkan ceramah Dr. Zakir. Alright. From childhood I was Catholic and before 2 months I قبل شهرين سمعت أو شاهدت فيديو لك. ceramah Dr. Zakir itu membuka hati saya untuk belajar agama Islam. And you talk at the video. وأنت تتحدث في الإسلام. من خلال الفيديو تعلمت الكثير عن الإسلام. وأنا أعرف أن الإسلام دين جميل جدا. وقد قمت بدعاء وصليت وأردت أن أعلن شهادتي بمساعدة من الدكتور زاكر. وأعتقد وآمل أن الله قد قبل دعائي. دكتور زاكر جاء إلى هنا وقد جئت إلى هذا المكان مع شخص لا أعرفه. Helps me to get a ticket. وقد ساعدني في الحصول على تذكرة لحضور هذا الاجتماع. Di dalam agama Katolik setiap tahun kami harus mengucapkan janji baptis. Yes, I want to make a behavior which is probably make my mother angry and doesn't like me and قد أغضبت والدتي my Catholic religion. وكنت قد عمدت في ديانة المسيحية. It was said here that the parents should make the son to be Catholic. أن الآباء ينبغي أن يجعلوا أولادهم كاثوليكيين. What if I declare my shahada while I وإذا kind of a problem with my أعلنت شهادتي وإسلامي ما هي المشاكل التي ستحدث مع أسرتي؟ الأخت قالت أنها كاثوليكية وقد شاهدت الفيديو وقد أحست أن الدين الإسلامي هو الدين الأجمل وتعتقد أن الله واحد وأن محمد رسول الله. والسؤال لو أنها أصبحت مسلمة وأعلنت إسلامها ماذا سيكون وضعها مع والديها؟ You have to be more loving to your parents, to your mother and father. You have to love them more. عندما تقبل الإسلام تقبلين الإسلام فينبغي أن تحبي والديك وأن تسمعي كل شيء يقولونه إلا إذا كان ما يقولانه لك ضد الإسلام أو ضد المسيح. فيما عدا هاتين النقطتين ينبغي أن تحبيهما وتعتني بهما وتطيعيهما. Do you believe there is one God? هل تؤمن أن الله واحد؟ Do you believe that Jesus Christ, peace be upon him, وأن المسيح عليه السلام هو رسول الله؟ Messenger, mashallah. Do you believe that Prophet Muhammad? وأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول الله ورسول الله. Sister, that means you are a Muslim. هذا يعني أنك مسلمة. Would you like to say it in Arabic? هل تريدين أن تقولي ذلك بالعربية؟ نعم. Say it and you can repeat it, sister. أشهد. كرري بعدي. الله الله إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله. I bear witness that there is no God there is no God but Allah and Prophet Muhammad And Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. Takbir.
الله أكبر. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. I pray to Allah سبحانه وتعالى. أدعو الله أن يهديك ويجعلك بارة بوالديك حتى يدخل في الإسلام معك. تطلب منه أن يدعو لوالديها حتى يهديهم الله للإسلام. Can you mention your name one by one, please?